بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي، أحفاد رموز جهاد، أبناء وطني ليبيا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحيي اليوم ذكرى عظيمة وقيمة من صفحات ذاكرة الوطن التي سطرها لنا الأجداد والآباء. إنها ذكرى استقلال وولادة الدولة، ففي مثل هذا اليوم 24 ديسمبر من عام 1951، ومن على شرفة قصر المنار بمدينة بنغازي الخالدة، زف لنا الملك الراحل محمد إدريس السنوسي بشرى الاستقلال وولادة دولتنا ليبيا، ثمرة جهاد ونضال الأجداد والآباء المؤسسين. ذلك الحلم الذي راودهم وحققوه بفعل حكمتهم وحنكتهم السياسية التي بذلوها جهدا ناصعا لكي يؤسسوا لنا بنيان هذه الدولة كما رسموها لنا في دستور دولة الاستقلال. وإننا إذ نحيي هذه الذكرى العزيزة والخالدة في قلوبنا، نستمطر شآبيب الرحمة على أرواحهم الطاهرة وعلى أرواح شهداء ثورتنا المجيدة، ثورة 17 فبراير، التي امتزجت دماؤهم بدماء الآباء والأجداد. إخواني وأخواتي الأعزاء، أبناء وطني ليبيا، حري بنا ونحن نحيي هذه الذكرى العظيمة بمعناها أن نستلهم الحكمة من نضال صانعيها آباؤنا المؤسسين. وما أحوجنا اليوم وفي مثل هذه الظروف التي تمر بها بلادنا إلى تحكيم العقل والحكمة والاستهداء بنورهما في سبيل إعادة بناء دولتنا. فالدول لا تبنى إلا على أساس التوافق بين مكوناتها الاجتماعية، لا على الغلبة والسيطرة، ولا على الحقد والضغينة. فلنجعل من أرواحنا روحا توافقية، نبضها المحبة والمؤاخاة، ولنمضي قدما بخطى ثابتة نحو المستقبل الذي هو حلمنا وحلم أبنائنا، لنبني دولتنا في أمن وسلام، بعيدا عن نعرات الحقد والانتقام، جاعلين من مبدأ التسامح والتصالح وقيم العدالة ورد المظالم عنوانا لمسيرتنا، مغلبين مصلحة الوطن على مصالحنا الشخصية وأهوائنا الضيقة، تماما كما فعل الآباء المؤسسون وعلى رأسهم الملك الصالح إدريس السنوسي حينما شرعوا في بناء دولة الاستقلال التي نطمح جميعا في استئناف مسيرتها تواصلا معهم. هذا التواصل الذي حاول الانقلابيون في سبتمبر من عام 1969 أن يقطعوه بوقتهم لمؤسسات تلك الدولة ومصادرتهم لدستور الأمة. لنشرع أيها السادة في تضميد جراح الوطن بنبذنا للعنف وابتعادنا عن مسميات تقسم وتفرق بيننا، فكلنا أبناء هذا الوطن يجمعنا ترابه ويحتوينا تاريخه. كلنا أبناء الوطن تنبض فينا روح الأمة بروافدها الحضارية لتجعل منا عنوانا للشخصية الليبية المتمسكة بأصالتها والمتطلعة للمعاصرة بما لا يتعارض مع عقيدتها وقيمها. لنمضي أيها السادة قدما نرنو ببصرنا إلى الأمام، متطلعين إلى أفق المستقبل الذي نطمح إليه في إعادة بناء دولتنا المدنية الدستورية الديمقراطية، والتي قوامها حق المواطنة وغايتها الحرية والعدالة والمساواة، دولة الرفاهية والأمان. وكل ذلك لا يتحقق إلا إذا خلعنا عن أنفسنا ثوب سنوات القهر التي عشناها في ظل ثقافة الانقلابيين، وارتدينا ثوب الثورة التي خاضها شبابنا وخضبوها بدمائهم، ثوب الحرية ورفع الظلم والقهر ونبذ الطغيان والقضاء على التهميش بشتى أنواعه، والتطلع نحو البناء والتنمية لنقيم دولة الحق والعدل، دولة الأمن والاستقرار. وأنه من أسمى المعاني التي نستلهمها من وحي هذه الذكرى العظيمة هي المحافظة على كيان هذه الأمة بقيمها ومعانيها ووحدة ترابها، وبهذا يتحقق ضمان استقلالها.
الذي كان ثمرة نضال الآباء والأجداد، وفاء منا لجهادهم ونضالهم، ولنكن معهم على العهد كما كانوا مع الوطن دون أن يخذلوه، وأن نردد معا بصوت صادق يعلو صداه فضاء الوطن، وركزنا فوق هامات النجاد راية حرة ظللت بالعز أرجاء الوطن. هنيئا لنا بهذا اليوم، وهنيئا لنا بهذه الثورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.